الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. اعتبارا من عام 2026 سيقام كأس العالم بمشاركة 48 منتخبا. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وافق بالإجماع على زيادة العدد من 32 حاليا إلى 48 منتخبا تتوزع على 16 مجموعة. وسيكشف مجلس فيفا عن تفاصيل القرار عقب الاجتماع المنعقد منذ الساعة 11. ما هو النظام الجديد وما هي التغييرات المتوقعة في شكل ومضمون كأس العالم بعد رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48؟ نتابع في التقرير التالي. زيادة عدد المنتخبات في المونديال هو أحد الطروحات الأساسية لرئيس الاتحاد الدولي الجديد جاني إنفانتينو. في كأس العالم 98 في فرنسا ارتفع العدد من 24 إلى 32، ومع زيادة العدد من 32 إلى 48 سيتغير نظام المنافسات مجددا. المنتخبات ستتوزع بواقع 3 في كل مجموعة، ثم يتأهل الأول ووصيفه إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخبا يقام بنظام المغلوب، وصولا إلى تقلصها تدريجيا عبر أدوار 16 وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي. ثم تحديث عن إمكانية عدم اعتماد مبدأ التعادل في الدور الأول، وبالتالي لجوء الطرفين إلى ركلات الترجيح لتحديد هوية الفائز تماما كما يحصل في الأدوار الثانية. الصيغة الجديدة لن تتطلب إطالة مدة كأس العالم لتبقى على مدار 32 يوما، بل ستؤدي فقط إلى زيادة عدد المباريات من 64 إلى 80. ويشدد إنفانتينو على أن المقترح سيؤدي إلى زيادة الاهتمام العالمي باللعبة، وسيتيح الفرصة بالمشاركة لمنتخبات لا تنال هذه الإمكانية بشكل دوري. وأظهر تقرير داخلي للفيفا أن إيرادات المونديال ستزيد الزهاء 640 مليون دولار. حصة القارات وفق الصيغة الجديدة ستجذب كل الاهتمام، ويتوقع حصول أوروبا على 16 مقعدا في مقابل 9 لأفريقيا. انفصل التعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وصحيفة فرانس فوتبول، لكن كريستيانو رونالدو ظل القاسم المشترك بين جائزة الكرة الذهبية وحامل لقب أفضل لاعب في العالم. ملخص حفل زيوريخ في التقرير التالي. ودع نجم ريال مدريد العام الماضي بإحرازه الكرة الذهبية التي تشرف عليها اليومية الفرنسية، واستقبل العام الجديد بنيله لقب أفضل لاعب في العالم من تنظيم الفيفا. رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو سلم رونالدو الجائزة الشبيهة بكأس العالم والمصنوعة من البلاتين، متفوقا على نجم برشلونة ليونيل ميسي الغائب عن حفل زيورخ وعلى لاعب أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان. خوسيه بارتوميو كان الحاضر الوحيد من نادي برشلونة، وغياب ميسي كما زملائه المرشحين للتشكيلة المثالية جاء نتيجة الإعداد لمباراة الأربعاء أمام أتلتيك بلباو في إياب دور 16 لكأس الملك كما أعلنت الإدارة الكتالونية. أما لدى الجنس اللطيف فتوجت الأمريكية كارلي لويد بلقب أفضل لاعبة، علما أن منتخب بلادها خرج من ربع نهائي الألعاب الأولمبية. الأسطورة دييغو مارادونا سلم كلاوديو رانييري جائزة أفضل مدرب بعد قيادته ليستر سيتي إلى التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. المدرب الإيطالي تفوق على كل من زين الدين زيدان المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وفرناندو سانتوس حامل لقب بطولة كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال. جائزة بوشكاش كانت من نصيب الماليزي محمد فايز صبري لصاحب أجمل هدف. الاتحاد الدولي منح نادي أتلتيكو ناسيونال الكولومبي جائزة اللعب النظيف، وذلك بعد مطالبته بوهب فريق تشابيكوينسي كأس أمريكا الجنوبية لأنه فقد غالبية لاعبيه في حادثة الطائرة الكولومبية للمشاركة في اللقاء النهائي. أما جائزة أفضل جمهور فكانت من نصيب ليفربول وبروسيا دورتموند حين ردد الطرفان أغنية لن تسير وحدك أبدا قبل الربع النهائي بطولة أوروبا، وبالتزامن مع الذكرى 27 لمأساة 15 من نيسان أبريل التي راح ضحيتها 96 شخصا من مشجعي النادي الإنجليزي. مدرب كريستيانو رونالدو السابق لم يصوت له بجائزة أفضل لاعب في العالم. مدرب البرتغال السابق كارلوس كيروش كشف عن تصويته لليونيل ميسي في المرتبة الأولى ورونالدو ثانيا من دون شرح السبب. مدرب منتخب إيران أحبط الجمهور البرتغالي علما أنه فور إعلان النتيجة بعث برسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
لتهنئة النجم الملكي. سيسعى مانشستر يونايتد إلى تحقيق أفضل نتيجة عندما يستقبل هال سيتي الليلة في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. مدرب الشياطين الحمر جوزيه مورينيو قال قبل اللقاء إنه سيدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة الماضية، فأكد أن التشكيلة الأساسية ستضم زلاتان إبراهيموفيتش وبول بوغبا وأندر هيريرا وأنطونيو فالنسيا. البرتغالي أشار إلى أن فريقه سيلعب بكل قوته بالرغم من احتلال هال المركز الأخير في الدوري الإنجليزي، وذلك لضمان وضع جيد قبل مباراة الإياب. قبل استكمال النشرة نتوقف مع جولة صحفية ومحمد جرادي. إليك محمد. شكرا، أهلا بكم مشاهدين إلى جولة الصحف، ونبدأها مع الأقلام الإسبانية التي ركزت جل أخبارها على هذا اليوم حول حفل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيوريخ. صحيفة أس المدريدية عنونت على غلافها كريستيانو رونالدو الأفضل. 2016 كان الأفضل في كل مسيرتي، تخلله الشك لكن في النهاية حققت كل التوقعات. وعنونت أيضا غياب ميسي وإنيستا وسواريز عن الحفل كان متوقعا، وبعيدا عن الحفل سيميوني لا يثق بلاس بالماس على الرغم من الفوز بهدفين نظيفين في لقاء الذهاب، لكن التشكيلة ستخضع لبعض التعديلات. نبقى في إسبانيا إلى الصحافة الكتالونية، اخترنا لكم صحيفة سبورت التي نشرت فيديو خاص لقائد برشلونة الإسباني أندريس إنيستا يعتذر فيه عن عدم حضور لاعبي برشلونة حفل جوائز فيفا. إنيستا قال في رسالته أن المباراة أمام بلباو في كأس إسبانيا مهمة للغاية، لذا لم نتمكن من حضور الحفل. دائما مع اليومية الكتالونية التي ذكرت أن بعض المخربين في العاصمة الأرجنتينية بيونس آريس حطموا تمثال ليونيل ميسي، وكان عمدة المدينة أوراسيو رودريغيز كشف النقاب عن تمثال النجم الأرجنتيني العام الماضي خلال حملة لإقناع ميسي بالتراجع عن الاعتزال الدولي عقب فشله في قيادة راقصي التانغو للفوز بلقب كوبا أمريكا. الحكومة الأرجنتينية تعمل في الوقت الراهن على إصلاح التمثال المدمر لإعادته إلى المكان الذي كان فيه قبل حادثة التحطيم. إلى الصحافة الفرنسية ليكيب كتبت بالخط العريض المونديال للجميع. الختام من كيكر الألمانية والتي اهتمت بالإصابة المفاجئة لجيروم بواتينغ، إصابة وصفت بأنها ستحمل الصداع للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. لاعب بايرن ميونخ سيغيب عن الدور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي، إضافة إلى مباراة العودة في 7 من آذار مارس المقبل. مع كيكر الألمانية نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة، عودة لمتابعة النشرة. شكرا لك محمد. مؤقتا ارتقى الزوراء إلى وصافة الدوري العراقي بعد فوزه على مضيفه الكرخ بثلاثية في المرحلة 17. الفريق الضيف سجل ثنائية في الشوط الأول تقاسمها السوري نديم الصباغ وعلاء مهاوي، واختتم علاء عبد الزهر التسجيل في الشوط الثاني. الزوراء حقق انتصاره الثامن هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، وتفصيله نقطة واحدة عن النفط المتصدر، فيما تجمد رصيد الكرخ عند 8 نقاط في المركز ما قبل الأخير. في دورة السلة الأمريكي للمحترفين NBA، مينيسوتا تيمبروولفز يتغلب على ضيفه دالاس ميفريكس بفارق 9 نقاط. كارل أنتوني تاونز أخذ المباراة على عاتقه فسجل 34 نقطة والتقط 10 متابعات ليقود مينيسوتا إلى الفوز 12 في 38 مباراة، وهو يحتل المركز 13 في القسم الغربي. ديريك نوفيتسكي كان الأفضل في صفوف الضيوف فسجل 26 نقطة والتقط 5 متابعات من دون أن ينجح في تجنيب دالاس الخسارة الثالثة على التوالي و27 هذا الموسم، وهو يتذيل القسم الغربي. اكتملت كل التحضيرات لانطلاقة قوية جدا لبطولة العالم بكرة اليد. فرنسا المضيفة مرشحة للاحتفاظ بلقبها، ووصيفتها المضيفة السابقة قطر ستحاول تعويض خسارتها النهائي قبل 2. البطولة 25 تنطلق غدا وتستمر حتى 29 من هذا الشهر، وتأمل فرنسا تعزيز شعبية اللعبة واستقطاب المزيد من اللاعبين لمزاولتها عبر محاولة الفوز باللقب للمرة الثانية تواليا والرابعة في المونديالات الخمسة الأخيرة. البطولة تقام في 8 مدن، وتوقعت اللجنة المنظمة حضور 431,000 شخص، علما أنها تسعى إلى بيع 500,000 بطاقة على الأقل.
في أخبار الكرة الصفراء، تأهلت كارولين فوزنياكي إلى الدور الثاني من بطولة سيدني الدولية بفوزها على البطلة الأولمبية مونيكا بويغ المصنفة 20 عالميا. حسمت المباراة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. بدورها تأهلت دومينيكا سيبولكوفا إلى الدور الثاني بعد فوزها الساحق على الألمانية لورا سيغموند بمجموعتين. في الأخبار الميكانيكية، فاز الفرنسي ستيفان بيتر هانسل في المرحلة السابعة من رالي داكار المقام في بوليفيا. سائق بيجو قطع مسافة 800 كيلومتر وكيلومتر واحد في ساعتين و32 دقيقة و49 ثانية. تفوق بفارق 49 ثانية على زميله ومواطنه سيباستيان لوب، فيما حل الجنوب أفريقي جانييل ديفيليرز ثالثا على متن تويوتا. مع هذا الخبر نختم الرياضية المفصلة للمزيد الميادين دوت نت والميادين بالإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.